هو ده كتيره في المباراه. المباراه الاولى النادي الاهلي خسر هذه المباراه من بين هناك. المباراه من الاولى. خلينا هناك. ناخد برضو راي احد محللينا الكبار ونجوم النادي الاهلي الكبار الكابتن محمد حشيشه. كابتن محمد ازي حضرتك؟ اسلام ازيك، وطبعا بسلم على حماده واسامه وتامر. حبيبي يا عايز اقول هارد لك طبعا النهارده. احنا طبعا اللي عارفين وكنا متاكدين ان الامل ضعيف، بس كان لازم نشحن طبعا اللعيبه ونخلي الجمهور طبعا يبقى عنده امل ويروح. وفعلا يعني اول حاجه بقولها بشكر طبعا جمهور النادي الاهلي الكبير. مظبوط، يا بخت لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي الكبير اللي بيثبت دايما في المواقف انه على قد المسؤوليه، وبتلاقيه في كل الظروف والازمات. لو رجعنا الماتش، انا بس يعني عايز اقول انا عملت مداخله بعد الماتش الاولاني في نفس اليوم، وكنت بنتقد اللعيبه بشكل كبير قوي. النهارده لازم نديهم حقهم، بيلعبوا تحت ضغط غير عادي خلال الاربع ايام او الخمس ايام اللي تخللها كمان ماتش، وماتش قوي في بطوله لا تقل عن بطوله افريقيا، والحمد لله اجتازوا الموقف ده والحمد لله تصدروا الدوري، ولعبوا النهارده تحت ضغط كبير جدا جدا على امل. اصعب حاجه في الدين ان انت تبقى نازل وقدامك خمس اهداف. النهارده كمان النادي الاهلي بيلعب ضد 12 لعيب، 11 سان داونز وحكم حكم غير عادي. وانا عايز اقول لتامر، لو جبت اربع خمس مدربين او جهاز فني عشان يدير المباراه دي، استحاله هيعمل حاجه مع وجود الحكم. الحكم مكتفك في كل حاجه يا تامر، مدي انذارات للفرقه بتاعتك. لا على فكره كلنا متفقين على فكره كابتن حشيش، كلنا متفقين على هذا الموضوع ان الحكم كان له دور كبير في تحجيم اللاعبين. جول سليم تمام، بس ف يعني حضرتك عايز تقول حاجه ثانيه؟ انا بس لا انا بس عايز اقول ان 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 المدرب بيبقى في الملعب. يعني انت بتقول ليه ما خدش الريسك من بدري قوي؟ هو هياخد الريسك مع فرقه بتلعب على جون واحد. طب ايه رايك لو كان في احرزوا جون في الاول، كان ايه الموقف؟ كنت لا طولت كده بقى ولا طولت كده، كان هيبقى عندك احباط كبير. وعايز اقول لك ان الشوط الاولاني لو مشي طبيعي بدون الحكم، يعني مكتف المباراه واداك انذارات، انت كمدرب بره خايف اي واحد من اللي خد انذار ده ياخد انذار الثاني والثالث، هيغيروا الحسابات كلها. كذلك انت بتلعب، يعني انا شفت كم عرضيات وضغط هجومي من ناحيه الشحات ومن ناحيه معلول، اللي هو معلول النهارده نجم المباراه، انا بعتبره غير الاهداف والفرص المحققه اللي ضاعت. كان ممكن تطلع الشوط الاولاني 3-0، القصه دي كانت هتفرق معاك الشوط الثاني، كان ممكن ساعتها الطموحات هتزيد والحماس هيزيد والاحباط، والفرقه الثانيه لازم تفك، كان ممكن تحرز بقى الرابع والخامس. انما سيناريو الماتش لو اتعاد كذا مره بالحكم ده استحاله. وانا ومن هنا بقى انا بقول مجلس اداره النادي الاهلي هيعمل ايه مع الحكم ده عشان فيما بعد، وخصوصا يعني ان الحكم ده بقى بصراحه يعني عايز اقول لك كان واضح قوي النهارده. يعني الناس اللي بتفهم في الكوره والناس اللي لعبت كوره عارفه ان حكم زي ده يقدر ازاي يكتف ماتش ويحجم اللعيبه، وانت عمل كل حاجه، كور مشتركه، ده حتى في الوقت الاضافي في الشوط الاولاني الجون نام ثلاث اربع مرات واللعيبه بتوقع حسب دقيقتين. فطبعا القصص دي كلها يعني انا عايز اقول لك احنا هنعمل ايه؟ هل الحكم ده لازم يعاقب على الاقل ما يحضرش امم افريقيا اللي جاي في مصر؟ لان مصر كلها مش طايقاه بصراحه. ما اعتقدش بعد اللي عمله، كان واضح جدا جدا. يعني هو مصنف رقم واحد في افريقيا، فصعب ان هو ما يكونش مصنف رقم واحد، ولكن في حاجه مش طبيعيه. طب ايه العقاب يعني؟ هو جاي عارف جاي يشوف هيعمل ايه يعني؟ مش هيدي ولا انذار ده ولا انذار؟ هو مش هيدي خالص لو حصل ايه؟ فرقه بتلعب بره ارضها بتضيع وقت، ما تاخدش انذار واحد يعني لازم. بقيه اللعيبه كلها بتاع النادي الاهلي كم الانذارات بشكل غير طبيعي، كور مشتركه في ال 18 بعيد عن لعيبه الاهلي، حاسب فاولات، جون مليون في المية ما يتحسبش. طب انت عايز تكتب ازاي مع فرقه مستنيه جون يبقى هو نقطه الانطلاق بالنسبه لها؟ يعني ازاي تمام. طبعا بالظروف دي يقدر ده، كتر خير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، يعني خدوا ضغط قبل الماتش وفي نفس الوقت ضغط كبير جدا واستفزاز غير عادي. مع ذلك بقول هارد لك للنادي الاهلي، لعيبه ابطال،
ان شاء الله باذن الله يكملوا بقى في البطولات اللي جايه ان شاء الله باذن الله، ويحرزوا البطولات اللي جايه. وافريقيا مش بعيده يعني، افريقيا قريبه ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن حشيش، انا بشكرك شكرا جزيلا نجم الكبير الكابتن حشيش. كابتن اسامه انت قلت كلمه كويسه جدا، احنا بنحاول قبل المباراه، انت قلت كده تبتدي على الفتره القادمه وما